أريد من عندك اعتراف نعم جمهورك أي لأول مرة تعترف به، ما اعترف به من قبل نهائيا. يعني اعتراف من يا ناحية انطيني فد يعني مثل حياتك عن الفن من حياتي على أي شيء، على أي شيء. انتظروني بمسلسل جديد إن شاء الله. اعتراف حقيقي ولا لا؟ اي. وين كاميرتك؟ ما أدري. قدم لجمهورك. انتظروني في مسلسل قريبا إن شاء الله. قريبا 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 قريبا. صدق؟ قيد التنفيذ. زين، هاي مفاجأة. أي هي هذا الاعتراف. إيش أعترف لك؟ بمن أعترف لك بعد؟ زين أنا أعترف لك مثلا يعني شنو؟ مثل إيش؟ مثل شنو؟ يعني شغلات مثلا يعني أي شخصية. حلو اعترافك، بالعكس حلو اعترافك. أو شغلات فنية. لا لازم لا أنا تقلت لي من أي شيء؟ من أي شيء. أعترف إنه ما قلت لهم أنا انتظروني في عمل. جدا حلو. أي شلون اقتنعت؟ وراح اعترف لكم شغله طبعا، فاطمه جيراني طلعت. بس ها مو زيونه. لا مو بزيونه اكيد.